السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم متابعين الكرام. اليوم معنا فيديو جديد إن شاء الله. معنا التلفزيون ده تلفزيون توشيبا الموديل اللي معاه ده زي ما شفنا حضراتكم كده 21 سيستم. طبعا التلفزيون ده فيه مشكلة واقف على وضع اللمبة الحمر زي ما انتم شايفين كده، وضع ستاند باي. لو جينا كده ضغطنا على زر باور المفروض الجهاز بيطلع وينزل معايا بسرعة، ومفيش طبعا في استجابة لزرار البريست التشغيل بتاعته. لو جينا دسنا على اول زرار ده كده الجهاز بيطلع معايا وبينزل تاني، بيطلع وينزل في نفس الوقت. فان شاء الله باذن الله تابعوا معانا نشوف المشكلة فين ونبدا نعالجها مع حضراتكم. لكن قبل ما نبدا الفيديو نصلي ونسلم على النبي الهدى سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يلا بينا نبدا نشتغل في التلفزيون ونشوف. اول حاجة حضراتكم كده ابدا يعني تفحص المكثفات اللي قدامك دي، شوف في انتفاخات، في مكثف مرشح من الاسفل او حاجه من هنا، يعني اتاكد المكثفات كلها شكلها سليم، الشكل الخارجي سليم، بس تبدا تفحص على طول. يعني انما انت لو لقيت مثلا مكثف منتفخ غيره ان شاء الله والمشكله بتتحل معاك، ان بعض الاوقات كتير يعني بتبقى المشكله مشكله مكثفات. طالما ما فيش اي مظهر لتلف المكثفات قدام حضرتك كده ابدا بقى افحص ايه على طول كده الخروجات الباور معاك. طالما في لمبه حمراء يبقى يبدا افحص الخروجات بعد الشبر هنا. هنبدا كده حضراتكم هنثبت الارض المالتيميتر في اي ارض، هنا هثبته في ارض التينر حتى كده اهو، والقطب الثاني هبدا اتحرك بيه. طبعا حضراتكم هنا التلفزيون ده تلفزيون التوشيبا اللي معايا ده في حاجه، مش كل الجود بتخرج معايا بعد الشبر، في جود بتخرج معايا من اللاين من هنا، جهد الفتيله، جهد ال 180، وجهد الاي سي الفيرتيكال معايا، وبقيه الجهود بتخرج من اللاين. انما هنا الجهدين الاساسيين، في جهدين اساسيين بيخرجوا معايا هنا من الباور فقط لا غير، اللي هو جهد تشغيل دايره اللي هو الستاند باي، وجهد تشغيل دايره اللاين معايا. فلو جينا حضراتكم هنا نبدا نتفحص كده، المفروض انا بيبقى معايا جهد هنا حوالي 70 فولت او حاجه على الفيوز ده اللي هنا ده في اثناء وضع ستاند باي. زي ما انتم شايفين حضراتكم معايا هنا موجود معايا 72 فولت كده. ليه كده حضراتكم الجهد الثاني المفروض معايا موجود هنا على الديود اللي معايا ده موجود 12 فولت اهي، جهد ستاند باي او تشغيل. طبعا الجهد هنا ثابت معايا على الديود اللي موجود مع حضراتكم هنا ده، في ديود معايا هنا اهو زي ما انتم شايفين حضراتكم، ده عليه جهد ال 12 فولت. يبقى انا كده جهد ال 70 فولت وجهد ال 12 فولت موجودين عندي كده، انا ما عنديش مشكله في دايرة الباور نهائيا ان شاء الله. مشكلتي كده بعيدة عن دايرة الباور، مشكلتي هتنحصر معايا احتمال كبير هتبقى معايا في اللاين او في قطعة موجودة تانية هنا. في اللاين ليه؟ لان اللاين بيخرج معايا بقية الجهود، لو اللاين كاتم او حاجة بقية الجهود ما بتخرجش معايا، لا هتلاقي جهد الفيرتيكال موجود ولا جهد ال 180 موجود معاك اللي بيغذي معايا الشاشة او سكوت الشاشة معايا. فكده حضراتكم هنا اول حاجة هتتجه فيها يعني هحدد منين هغير لاين على طول او حاجة، لا ما تغيرش لاين. اول حاجه في الاجهزه التوشيبا دي والاجهزه الصيني لما يكون الجهاز كاتب معاك ومش شغال، وخاصه الاجهزه دي، دور على اي سي الفيرتيكال معاك، يعني ابحث على اي سي الفيرتيكال شوف مكانه فين، وابدا يا اما هتشيله يا اما ترفع التغذيه بتاعته، لان اي سي الفيرتيكال لما يبقى تالف خلي التلفزيون يقف على وضع ستاند باي. في بعض الاجهزه بتشتغل وتجيب معاك خط في النص، وبعض الاجهزه اللي زي كده التوشيبا بيكتم الجهاز معاك، وفي بعض الاجهزه برضه الصيني ساعات بيكتم الجهاز نهائي برضه لما بيبقى الاي سي تلف نهائيا. فانا حضراتكم دلوقتي انا هنا علشان اتاكد ان مفيش مشكله عندي في اللاين وبقيه الجهود خارجه، بفصل تغذيه اي سي الفيرتيكال هنا، لان لو في شورت معايا في اي سي الفيرتيكال اللاين بيشوف الشورت ده ما بيكملش، بيبدا ينزل تاني، بيبدا الجهد ينزل تاني، او اي شورت في اي منطقه بيبدا الجهد يرفع وينزل معاك تاني. فنبدأ كده حضراتكم أول حاجة نعملها هفصل ديود تغذية اي سي الفيرتيكال ده، هفصل باور وارفع ديود اي سي الفيرتيكال ونشوف مع حضراتكم. لو الجهاز رفع معايا ضغط عالي ورفع معايا 110 هنا كده خلاص مفيش مشكلة عندي، يبقى أنا عندي مشكلتي في اي سي الفيرتيكال أغير اي سي الفيرتيكال. نيجي كده حضراتكم نروح تغذية اي سي الفيرتيكال هنا، ده هنا حضراتكم اي سي الفيرتيكال معايا اهو، اي رقم مهما كان 93 فاي رقم موجود عليه مهما كان مش مشكله، ده مش هيفرق معانا، هو ده البديل بتاعه. البديل بتاعه
لو ما لقيتوش موجود اي اي سي صيني بيشتغل مكانه، اي سي صيني اي سي فيرتيكال الصيني بيشتغل مكانه مفيش مشكله. فلو جينا حضراتكم كده ده شكله، في هنا حضراتكم في ديود، ديود تغذيه من الاخ خلف معايا اهو اللي هنا ده. هبدا افصل الديود اللي معايا ده واشوف مع حضراتكم النتيجه ايه. الديود اللي هنا ده حضراتكم ده ديود تغذيه توحيد او تغذيه اي سي فيرتيكال معايا، هبدا افصله ونشوف مع حضراتكم النتيجه ايه. الجهاز هيرفع معايا او ما هيرفعش معايا. نيجي لحضراتكم على رجل من ارجله كده، فصلت هنا حضراتكم اهو، فصلت الدود زي ما انتم شايفين كده اهو، رفعته من مكانه خالص. هنبدأ كده نوصل باور ونشوف النتيجة معانا ان شاء الله. نيجي كده حضراتكم، بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ نقيس فولت تاني، نشوف ال 100 فولت هتخرج معايا، ال 110 هتخرج معايا كتغذية اللاين معايا او ما تخرجش. الوضع الدي سي زي ما انتم شايفين حضراتكم هنا موجود معايا 76 فولت. لو جينا كده ضغطنا باور ونشوف، زي ما انتم شايفين حضراتكم الجهاز رفع معايا اهو، وانا سامع صفارة اللاين شغال، المية 15 خارجة معايا. لو جينا قسم الديود شوف في جهد معايا للديود الفيرتيكال هنا، زي ما انتم شايفين حضراتكم عندي 27 فولت خرجت على السي الفيرتيكال اهو. لو ركبنا الديود ده تاني مكانه، لو ركبنا الديود ده الجهاز هيكتم معايا كده حضراتكم. اللي اكتشفناه، اكتشفنا ان عند العطل في اي سي الفيرتيكال، وده غالبا في الاجهزه التوشيبا. فانت هتغير الاي سي ده ان شاء الله والجهاز بيشتغل معاك بدون مشاكل. هنبدل الاي سي ونرجع لحضراتكم تاني. طب نشوف التلفزيون حضراتكم قبل ما نبدل الاي سي كده، نشوف هو وضعه ايه. المفروض هيجيب معاه خط في المنتصف كده، نفتح كده زي ما انتم شايفين حضراتكم جايب لي خط في المنتصف، طبعا لان انا فاصل تغذيه اي سي الفيرتيكال. كان اي سي الفيرتيكال مش موجود، هو تلف لكن كانه مش موجود بعد ما فصلنا التغذيه بتاعته. فهنغير كده الاي سي كده، اتاكدنا ان المشكله عندنا فعلا في الاي سي. نغير الاي سي ونشوف مع حضراتكم ان شاء الله. ده حضراتكم البديل اللي انا هركبه، ده 78 40. طبعا انا بغض النظر عن رقم الاي سي القديم ده، بيشتغل مع مكان معظم الاي سيات اللي هي في الشاشات الصيني والتوشيبا والحاجات دي، اللي هو 78 40 ده. لو الاي سي ضارب عندك عادي مفيش مشكله، 78 78 41 ده بيشتغل معاك عادي مفيش مشكله. 78 40 هنستبدله مكان الاي سي اللي هو اللي موجود عندنا في التلفزيون ونشوف النتيجه مع حضراتكم. ده حضراتكم الاي سي اللي هو كان راكب في التلفزيون، زي ما انتم شايفين حضراتكم رقمه 3 79 30، ده الرقم بتاعه. طبعا البديل اللي انا هركبه زي ما وضحت لحضراتكم 78 40 هو سي الفيرتك العادي اللي موجود في الصيني، ده البديل بتاعه. طبعا تثبت الاي سي وبعد كده تثبت لحماتك، لانك انت لو ثبتت اللحامات الاول ممكن الاي سي ما يجيش مكان ربط المسمار. فالاول لازم تثبت الاي سي بتاعك وبعد كده ثبت اللحامات، علشان ما تنساش وتثبت لحماتك الاول ممكن الاي سي يبقى مرتفع منخفض عن فتحه المسمار، فتحه ربطه المسمار ترجع تاني تفكه وتلاقي صعوبه شويه عشان ترجعه تاني مكانه، لازم تفك الاي سي كله تاني. فثبت الاول المسمار ده كده وتأكد ان الاي سي بتاعك ثابت وراكب مكانه، وبعد كده ثبت ايه الارجل. حتى انت ما تثبتش مثلا، تيجي بعد ما لحنته كده تيجي تثبت وتربط كده زي ما انا بربط، تلاقي الارجل فكت معاك تاني بسبب الضغط على الاي سي وانت بتربطه. فلازم تثبته الاول كده قبل ما تلحن.
بعد ما غيرنا نبدأ نختبر تاني ونشوف. بسم الله الرحمن الرحيم، انا كده ركبت الاي سي جاهز، جاهز اشتغل معايا زي ما انتم شايفين حضراتكم اهو. مفيش شط احبار بس من المكان، زي ما انتم شايفين حضراتكم الجهاز اشتغل مفيش مشكلة معايا. طبعا الاحبار دي سهلة يعني، مجرد بس ما حركنا التلفزيون او التلفزيون اتفتح واتقفل كذا مرة هتروح كده. زي ما شفتوا حضراتكم كانت المشكلة في اي سي الفيرتيكال، ووضحنا لحضراتكم يعني ازاي تتعرف على المشكلة بسهولة، انك تفصل تغذية اي سي الفيرتيكال وتأكد. لقيت المشكلة اتحلت معاك خلاص كده، المشكلة في اي سي الفيرتيكال زي ما حصل معانا قدام حضراتكم دلوقت والجهاز اشتغل معايا. نيجي نقيس حضراتكم نشوف الجهود بقى اللي في التلفزيون عشان برضه نبقى استفدنا من الفيديو معايا. الجهود اللي موجودة حضراتكم هنا في وضع ستاند باي بتبقى 70 فولت او 76 فولت زي ما شفتوا، في وضع التشغيل بقت 115 اللي هو جهد ال 110، 115 فولت اهو ده جهد تغذية اللاين. بعد كده 12 فولت، دي ال 21 فولت رفعت معايا ال 12 فولت رفعت ال 21 معايا زي ما انتم شايفين كده هنا. انا اسف هي مش 12، هي كانت المفروض كانت 12 في وضع ستاند باي. لو جينا قفلنا كده التلفزيون نشوف الجهد دي تاني، جينا الجهد حضراتكم في وضع ستاند باي، الجهد ال 12 فولت في وضع ستاند باي 12 اهو في وضع التشغيل. نيجي نشغل كده ونشوف الضعف الجهد معايا ال 21 فولت، وهنا كان 76 بقى 115. وطبعا عندي ال 180 عندي هنا تغذية اي سي الفيرتيكال اهي حضراتكم معايا 26 فولت، دي تغذية اي سي الفيرتيكال هنا، دي اللي كانت كاتمة معايا الجهد اللي خارج من اللاين. الاي سي الفيرتيكال هنا كان مكتوم، فبالتالي عامل اعاقة لحركة تشغيل اللاين، والجهاز لما بيلاقي مشكلة بيرجع لوضع ستاند باي تاني. فطبعا حضراتكم ده يتسبب معاك مشكلة ستاند باي دايما في معظم الاجهزه سواء صيني او سواء جهاز توشيبا او غيره. وبكده حضراتكم يكون الفيديو بتاعنا خلص مع حضراتكم النهارده، يا ريت نكون افدناكم. ونختم كلامنا زي ما تعودنا بالصلاه على نبي الهدى عليه افضل الصلاه والسلام، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.